السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ انا محمود الجزاوي، معاكم في حلقه جديده من فرونت اند كابسول. النهارده مستضيفين حد الاكسبيرينس بتاعته اكتر من 12 سنه، عنده 6 سنين بس اشتغل في شركات و6 سنين في مجال الفريلانس. المفروض برضو تكونوا عرفتوه. معانا باشمهندس محمود عادل. ازيك يا باشمهندس؟ الحمد لله بخير، ازيك عامل ايه؟ كله تمام الحمد لله. يا باشمهندس، كنا حابين نسالك في البدايه، هو ايه الفريلانس؟ طيب الفريلانس او بالعربي العمل الحر هو ان انت بتشتغل في اي مكان ومع اي حد، مع اي شخص، على اي بروجكت براحتك. تمام، دي الفكرة اللي احنا ايه عارفينها، ان انا بشتغل يعتبر ايه شغل حر خالص، وبختار البروجكت بتاعتي في الوقت بتاعي اللي انا عايزه بالفلوس اللي انا عايزها. ولكن عندنا في مصر المصطلح ده بيكون حاجة كويسة، بيكون حاجة حلوة يعني، وان الفريلانسر فيه الطمع والكلام ده وكده، ولكن الوضع مختلف تمام. الفريلانسر هو ان انت بتقوم بشغل شركة كامل لوحدك، تمام، وبتعمل فيه كل الجوانب على اكمل وجه، واي نقطه في النقط دي لو وقعت فيها بتسبب دروب كبير قوي في البروجكت بتاعك. تمام، فالفريلانسر هو ان انت بتشتغل عمل، تمام، العمل ده بيكون محتاج جوانب كتير انت بتقوم بيهم كلهم، مقابل ان انت بتختار الوقت المناسب بتاعك، الفلوس الكويسه بتاعتك اللي انت عايزها، والبروجكت المناسب والعميل اللي يناسبك. يعني نقدر نقول كده ان العمل الحر هو في حاجات انت حر فيها زي ما انت قلت بتحدد فيها وقتك، في حاجات انت مش حر فيها انت لازم مجبر تعملها. يعني مثلا نقدر، انت بتقول ان العمل الحر هو بتقوم بشركه كامله، فانت افهم من كده ان انت كمان بتمانج تيم، وانك انت كمان بتعمل برايسنج، وبتقوم بدور تيم البيزنس اللي عندك، وكمان ممكن تقوم بدور التستنج في بعض الحاجات، وتقوم بدور البروجكت مانجر للتيم بتاعك. ده مش ممكن، ده اكيد، لان انت ببساطه في بروجكتس بتكون صغيره مش بتحتاج ان انت تعمل فيها اناليسس، مش بتحتاج ان انت تعمل فيها حاجه، مجرد ان انت تعرف الريكويرمنتس من العميل وبعد كده بتبتدي تنفذ البروجكت بتاعك. تمام، ولكن حتى ابسط البروجكتس، ولناخد مثلا على سبيل المثال حاجه زي الاي كوميرس او المتجر الالكتروني، عشان تبدا فيه محتاج تعرف الريكويرمنت، فهتقعد مع العميل بتاعك وتاخد منه ريكويرمنت. فانت قمت اول ايه جوب بتاعتك او اول وظيفه المفروض هي مش بتاعتك كديفلوبر. تمام، بعد كده بعد ما تاخد الريكويرمنت هتبتدي ان انت تعمل الواير فريمينج، هتبتدي ان انت تعمل اليوزر انترفيس وتقيس اليوزر اكسبيرينس، بعد كده هتبتدي ان انت تاخد الابروف، فانت هتتكلم مع الكلاينت، قمت بوظيفه الاكونت مانجر، بعد كده هتخش في كذا جزئيه تانية، فانت بتدخل جوبز كتيره في بعضها علشان خاطر توصل للبرودكت النهائي اللي العميل عايزه، وكمان بتقوم بالتست. لكن لو بروجكت كبير شويه انت كمان فوق كل ده بيكون معاك تيم، التيم ده كل واحد فيهم بيقوم بوظيفه، ويعني بتوفر على نفسك التعب ده، بس بتحط عليك لود اكبر ان انت تطلع بالبرودكت النهائي اللي العميل عايزه، وكمان بتمانج التيم، فانت حرفيا بتعمل كل حاجه. طيب باشمهندس محمود، انا وانا عندي اكسبيرينس في مجال معين، ويب مثلا او موبايل ابلكيشن او وات ايفر، والاكسبيرينس دي مثلا خدت كورس او شغال في شركه مده معينه من شهور، وحبيت ان انا اشتغل از فريلانس، ازاي ممكن الاقي الشغل؟ طيب اللي انا فهمته من سؤالك ان انت شغال في شركه وعندك اكسبيرينس اصلا، وعايز تبتدي ان انت تشتغل كفريلانسر على جنب. طيب عشان اخد الخطوه دي لازم مبدئيا كده ان انا يكون عندي شويه علاقات، شويه العلاقات دي اللي انا ببدا بيها الشغل، وده على فكره مش في مجالنا بس، انت لو بصيت لاي مجال هتلاقي بتدي بموضوع العلاقات. تمام، ولكن لما الوضع اتطور شويه والوضع بقى فيه سوشيال ميديا والكلام ده، بقى عندي ايه سوشيال ميديا بتوفر لي العلاقات دي ان انا اجيب الشغل. ممكن ابدا بالطريقه دي، ممكن ابدا بالطريقه التقليديه بتاعتي ان انا اخش على جوجل واسرش على الويب سايتس اللي هي بتقدم خدمات الفريلانسنج وابتدي ان انا اقدم فيها. ولكن وقتك في الشركه هيكون صعب جدا، وممكن الشركه كمان تنص في العقد بتاعك ان انت ما تشتغلش نفس السيرفيسز اللي انت بتقدمها هناك في الحقيقه. يعني انا لو شغال فرونت اند في الشركه دي، ممكن في العقد بتاعي يقولوا لي ما تشتغلش فرونت اند في اي شركه تاني او از فريلانسر. فالحل هنا بيكون في حاجه اسمها الريدي سيرفيس. الريدي سيرفيس دي ان انا بخش بقدم خدمه معينه، ان انت مثلا هتديني بي اس دي وانا احوله لك ل HTML CSS، او هتديني حاجه معينه هعمل لك كذا، او في ريدي برودكت انا بتاجر فيه. فهنا انا ما كسرتش عقد الشركه، وابتديت ان انا اشتغل بالطريقه التقليديه ان انا اعمل ايه، عندي سيرفيس جاهزه ابيعها، او ان انا اخش لو العقد بتاعي ما بينصش على ده اقدر اخش على المواقع دي واقدم واعمل اكونت واحط البورتفوليو بتاعتي واحط السي في بتاعي والناس توظفني كفريلانسر. فهنا الموضوع بيعتمد على الاثنين، يا اما ابتدي بالطريقه البيزك اللي هي مواقع واخش اقدم عليها، يا اما ابتدي بالطريقه اللي هي بنقول اسرع شويه اللي هي طريقه العلاقات على السوشيال ميديا. افهم من كده ان اصلا انا عشان اشتغل فريلانس، لو انا شغال في شركه انا
ممكن اشتغل اقدر اشتغل فريلانس او ممكن ما اقدرش اشتغل، سواء بالعقد الشركه اللي ماضي عليه ان انا ممكن ما اشتغلش في السيرفيس اللي هم شغالين فيها، اشتغل في اي حاجه تانية، او بسبب الوقت الكبير اللي انا هعرض عليه في فريلانس. فاللي فهمته من حضرتك صحح لي ان لو انا هقوم بسيرفيس معينه وواخده وقت معين هيقدر ان انا انجزه، بس في انواع تانية من الفريلانس ممكن تحتاج مني شغل مجهود وجبار جدا يخليني ما اقدرش ان انا اوازن ما بين الاثنين، فهشتغل فريلانسر بس. مظبوط، في حاجات معينه ما تقدرش ان انت تقوم بيها. فلنفترض ان انت شغال في شركه بتروح الساعه 8 الصبح بتمشي 5 المغرب، 5 المغرب هتوصل البيت 6، 6 هتقعد ساعتين مع عيلتك، هتقوم بواجباتك، الكلام ده كله هيبقى عندك وقت قليل جدا ان انت تشتغل فيه. تمام، حتى لو زودت الوقت ده شويه مش هتقدر ان انت تقوم بالوظيفه كامله. في وظائف بتكون كبيره جدا، في وظائف زي الاي ار بي، زي السي ار ام، في حاجات كده بتحتاج فول تيم شغال فيها، يا اما انت تكون متفرغ ليها اصلا، والحاجات دي هتأثر على الشركة. وفي وظائف تانية بتحتاج ان الكلاينت يكون متواصل معاك دايما، يا اما في الويب يا اما بره الويب، شغال مثلا بالديفلوب حاجة في الكونتنت سبورت، حاجة زي الحاجات دي بتحتاج ان انت يكون في تواصل دايما. وانت في الوقت بتاع الشركة ما تقدرش خالص تعمل اي حاجة ليها علاقة فريلانسر، علشان انت كده برضو بتكسر العقد بتاعك، ما ينفعش وسط الشركة وانت شغال تشتغل حاجة تاني. تمام، ففي وظائف معينه ما ينفعش تقوم بيها كفري لانسر وانت شغال مع شركه. الوظائف دي، الوظائف اللي هي بتكون تقيله جدا او كبيره او بتحتاج تيم كامل وانت اللي بتمانج، ده بتحتاج تواصل كامل، فما تقدرش ان انت تشتغل في الشركه وانت بتكلمهم. تمام، والوظيفه الثالثه والاخيره وهي اللي الوقت فيها مش معلوم او مفيش استيميتد تايم، يعني من الاخر كده الوظيفه دي مفتوحه في اي وقت ان انت مطالب تكون موجود، ان انت تديفلوب حاجه، تسبورت حاجه في سيرفر معين وقع، لو انت مثلا شغال باك اند سبورت او سيرفر سبورت، حاجه زي الحاجات دي.